السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم دائما في اطار التحضيرات لرمضان ان شاء الله، فغادي نحضر واحد المعسله اللي هي البليغه بطريقه بسيطه ومقادير كما كتشوفوا معايا سهله موجوده في اي بيت. فاول حاجه غادي ندوزوا المقادير. فحاجتنا هنايا 250 غرام ديال زنجلان منقي ومحمر شويه فقط، يعني غير مصهد. هنايا معلقه ديال النافع، انا هنا طحنته فقط لانها معلقه فقليله، طحنتها مع شويه ديال الزنجلان. حاجتنا 300 غرام ديال الدقيق، هنا معلقه ديال الزيت النباتيه، معلقه ديال الخل، معلقه كبيره، نص كاس ديال الزهر. هنا حاجتنا كاس تقريبا او نص كاس تقريبا ديال الماء، ممكن ما نستعملوش كامل. قبيصه ديال الملح ومعلقه ديال الزبده، هنا نص خماره نص معلقه صغيره ديال القرفه. فاول حاجه غنبدا بها غادي نبدا بالنواشف. هنا غادي نوضع الدقيق وغنضيف كذلك عليه الزنجلان والنافع، النافع يكون منيل مزيان، وغنضيف كذلك القرفة والخمارة والقبيصة ديال الملح، وغنضيف مراهم الزبدة. فأنا هنا غادي نخلط النواشف مع الزبدة، وغادي نضيف كذلك معلقة ديال الزيت. والزهر عفوا الخل، غادي نخلطهم بعدا كاملين، عاد نضيف الزهر. دابا من بعد ما خلطت النواشف غادي نضيف ما زهر، وغادي نبدا نجمع العجينه بالماء وغادي ندلكها مزيان. غنحاول باش تكون العجينه قاصحه، ماشي قاصحه بزاف يعني حتى لدرجه انها ما تبغيش تسرح بالدلك، ولكن المهم جامعه مجموعه شويه، لان الا كانت العجينه خفيفه فغادي البليغات غادي يجيونا قاصحين مقرملين بزاف. فكل ما كانت العجينه خفيفه كتكون البليغه ديالنا كتكون قاصحه، والا كانت العجينه قاصحه فكيكون العكس، فغادي ملي كتقلى كتولي هشيشه ورطبه. فهنا انا جمعت العجينه مزيان ودلكتها، انا ما بغيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا. دابا من بعد ما ساليت العجينه غادي ناخذها، فكما كتشوفوا راها قاصحه وفي نفس الوقت كتساعدني انها تطلق بالدلاك. غادي نسرحها مزيان، وغادي ناخذ واحد القطعه مدوره وغادي نبدا كنقطع دوائر كما غتشوفوا معايا. فانا السمك ديالها كتكون رقيقه شي شويه باش ما تجيش العجينه غليظه، فكنحاولوا اننا نسرحوها مزيان. دابا غادي ناخذ هذا القطر الدائري، ويمكن لكم تستعملوا اي قطعه مربعه، اولا يمكن لكم تقطعوها بالجراره مربعات. فانا هنا غادي نستعمل هذا الشكل، هذا الشكل ديالها كيجي زوين. من بعد ما ساليت تقطع فغندوز نبدا نجمعهم، فكما كتشوفوا انا كنطويهم فحال شكل كورني من النص ديال الدائرة، فكيجيو زوينين في الشكل ديالهم أنيق، وخصوصا ملي كنعمروهم باللوزة كيجيو مزيونين. فغادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل كاع الكمية اللي عندي، وهذه هي الكمية اللي عطاتني ديك المقادير، فهي واحد الكمية لا بأس بها. غادي ندوز من بعد غادي نسخن الزيت ونوجد العسل باش نبدا نقلي البليغات ديالنا.
هنا كنوريكم راني كنحضر عسل واحدة اخرى، لان الكمية اللي حضرت من قبل قربت سلالي، فغادي نعاودها مرة اخرى. فغي اعتمدوها كتجي زوينة. وغادي ندوز باش نقلي البليغات. فهنا الزيت ما يكونش سخون بزاف، ما يكونش بارد، لان الا كان بارد فغادي يشربوا الزيت بزاف، ما يخليوش مجال العسل فين يتشرب العسل. فغادي نقليهم وغنستمر على هذا الشكل، وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البليغات من بعد ما غادي نطفيهم في العسل ونزينهم باللوز. وهذا هو الشكل النهائي ديال البليغات من بعد ما قليتهم وتعسلوا مزيان وشربوا العسل. فزينتهم من بعد بشويه ديال اللوز مقلي، فكيجيو زوينين ورائعين في المذاق وشكلهم راقي. فكنتمنى تجربوهم وبصحه والراحه.